وللحديث أكثر عن الأسواق العالمية معي رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي رائد الخضر. رائد أهلا وسهلا بك معنا. يعني دعني أبدأ بأسواق الأسهم الأمريكية باعتبار أن لدينا بيانات منتظرة. كيف ترى الحركة الاستثمارية في الوقت الحالي في ظل كل هذه التوقعات بأن معدلات الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول لما قبل شهر يونيو؟ وهل ترى أن المستثمر الشهية المخاطرة لديه أكثر في الوقت الحالي، ربما هو يثق في الاقتصاد الأمريكي وخاصة نتائج الشركات التي أظهرت نتائج إيجابية خاصة بالنسبة لقطاع التكنولوجيا؟ أهلا حفيظة. طبعا بالنسبة للأداء الإيجابي والبيانات الاقتصادية الإيجابية التي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤكد أن بهذه البيانات عن الاقتصاد الكلي تظهر بشكل واضح أن الاقتصاد الأمريكي أداؤه ممتاز. السوفت لاندينج إز ذير، أو خلينا نقول الهبوط الناعم دون وتجنب الركود الاقتصادي مع وصول التضخم من المستهدفات هو قابل للتحقق، وفي نفس الوقت يترجم ذلك الشهية المخاطر المرتفعة من قبل المستثمرين على أسواق الأسهم. نشوف معظم هذه التوقعات أو هذه التخمينات من المستثمرين عم بتكون في مكانها، لأنه كمان عم تأتينا بيانات إيرادات الشركات في أفضل من التوقعات. شفنا الأسبوع الماضي كيف رقصت الأسواق على أداء ممتاز جدا لإنفيديا بارتفاع واضح ب 13% يوم الجلسة، وكان في عنا فاقة العائدات 284%. بالتالي في عنا أداء ممتاز من قطاع التكنولوجيا، من القطاعات الدفاعية والتقليدية داخل الاقتصاد الأمريكي على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة. بالتالي نحن عم نشوف أداء ممتاز لأسواق الأسهم والETFs على وجه التحديد، عم يكون في عنا طلب كبير عليها وشهية مخاطر كبيرة في هذه الأسواق، خصوصا حفيظة أنه الفترة القادمة قد تتضمن أسعار فائدة أقل، يعني بالتالي رح يكون في إيجابية أكثر لأصحاب الأعمال التجارية، انخفاض بتكاليف الاقتراض وبالتالي تنشيط أكثر في أداء الاقتصاد مع استمرار الهايب الخاصة بالذكاء الاصطناعي أو ثورة الذكاء الاصطناعي التي تسيطر بإيجابيتها على سوق التكنولوجيا. رائد، أرقام الاقتصاد الألماني ضعيفة جدا كماش السنة الماضية، قطاع التصنيع لازال يتراجع لتقريبا للمرة العشرين، الأيفوتا حتى هو طلع بضعف. هذا الضعف في الاقتصاد الألماني برأيك كيف يؤثر على توجهات المستثمرين في الأسواق الأوروبية؟ الاقتصاد الألماني طبعا اقتصاد قيادي. نعلم تماما أن الاقتصاد الألماني هو أكبر اقتصاد في المنطقة الأوروبية، أداؤه متراجع وضعيف. كان في عنا معركة شرسة ضد التضخم في المنطقة الأوروبية بشكل عام وفي ألمانيا على وجه التحديد، كان في عنا تراجع في مستويات التصنيع إجمالا، وذلك نتيجة للخلل اللي نحن عم نشوفه ما بين الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأوروبي. وعلى وجه التحديد نتحدث عن الاقتصاد الألماني لأنه نحن نشوف في علاقات تجارية متبادلة بشكل كبير جدا، ارتفاع أسعار الطاقة أثر بشكل كبير كذلك الأمر على الصادرات الألمانية. نحن عم ننتظر بيانات التضخم هذا الأسبوع من أوروبا، توقعات وقرار أيضا المركز الأوروبي رح يكون الأسبوع القادم، بالتالي في الأسبوع الذي يليه. بالتالي إذا تمكن التضخم من التراجع لمستويات 2.5% ممكن نشوف سياسة تسهيلية أكثر من الاقتصادات الأوروبية، وبالتأكيد نتحدث عن الاقتصاد الألماني الذي يحتاج إلى تحفيز أكثر، أسعار فائدة أقل، تحفيز الأعمال التجارية حتى تعود مرة أخرى للارتفاع مستويات التصنيع في الاقتصاد الألماني، وذلك يلقي بظلاله سلبية حقيقة على اليورو على وجه التحديد اللي نحن عم نشوفه، يعني ما عم يتمكن من الارتفاع بشكل إيجابي أمام الدولار الأمريكي. الأصول الثانية يعني الذهب لديه بعض التراجعات اليوم في ظل تحركات الدولار وهذه الانتظارات، كيف ترون توجهات الذهب وفي ظل أيضا جذب السيولة من طرف سوق الأسهم؟ تمام، مثل ما تفضلتي في عندنا فرصة قوية جدا عم توفرها عندي الأصول ذات المخاطرة مثل أسواق الأسهم على وجه التحديد، وفي نفس الوقت هذه المخاطرة عم بتكون محدودة ومبنية على بيانات اقتصادية إيجابية داخل الاقتصاد الأمريكي على سبيل المثال والاقتصادات المتقدمة. فبالتالي عم نشوف الفنس ورؤوس الأموال تتجه أكثر إلى أخذ المخاطرة، وهذا عم بيقلل من جاذبية الذهب، ولكن عم نلاحظ أن الذهب مستقر في نفس الوقت
ومستويات ال 2015 دولار للأونصة. بالتالي على المدى المتوسط إلى الطويل لا أستطيع أن أتكهن بأنه يكون في عنا هبوط أكثر في أسعار الذهب، وإنما حفاظ على نمط صاعد على الأقل وربما زيادة مستويات أعلى فوق ال 2080-2090 دولار ممكن نشوفها بالربع الثاني من هذا العام مع اقترابنا أكثر من موعد تقليص أسعار الفائدة، وانخفاض على الأقل في قيمة الدولار الأمريكي متوقع، أو الأسواق تستطيع أن تسعر يعني دولار أمريكي أقل لما نشوف أسعار الفائدة قد تنخفض، لأنه راح تبدأ التكهنات. هل راح يكون في عنا 1% تقليص لأسعار الفائدة أم 75 نقطة أساس فقط؟ أنا أشكر لك كل هذه التوضيحات وتواجدك معنا رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.